من ميناء صيد السمك في ستاتن ايلاند ساوث بيتش. بصور لكم هذه المناظر الجميلة. اولا منظر جسر البرازانو الواصل ما بين ستاتن ايلاند وبروكلين، هذا اللي شايفينه قدامكم. وثانيا منطقة كوني ايلاند في بروكلين، وهذه جزيرة بعرفش شو فيها، وبعدها بتيجي كوني ايلاند. وهيك اطراف المحيط الاساسي من جهة نيوجيرسي. هذا هيك اللي قدامكم شايفينه هو شواطئ نيوجيرسي. وهذه البناية الكبيرة اللي شايفينها قدامكم هذا كومبلكس سبورت، صار لهم سنتين ببنوا فيه، وحسب ما ذكرت جريدة ستاتن ايلاند انهم حيفتتحوه في الخريف القادم، يعني بعد الكل بيجي بيمشي لانه الطقس ممتاز جدا. ايوه هي بتصور وانا بصور فيها، وهذا جاي بكلبها. هذا الكلب يشوف ربطات هي بسبحين، وبقول انت حر ايها الوز. ديالكم كل شيء مسموح لكن ومباح. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا الشعب الفلسطيني المحروم من المياه. ها شو هذه عاملة؟ مكيلة هي وكلبها. أوه مليان، اليوم في ناس كثير على البحر لأنه الطقس ممتاز جدا. وصلت زلة الـ 75 degrees. الكل مبسوط، الله يفرح قلوب أهالينا في الضفة الغربية في فلسطين كلها. الكل بيجي يفضي على عن باله في هذا الطقس الحلو. هذا مبين صفر اليدين، مش صايد سمك. مش جاي يترك البوزة اليوم، مش عارف ليه الطقس اليوم بتطلب الواحد ياكل له آيس كريم. زون 3 حماماتهم. سبحان الله العلي العظيم، سبحان ما شتتنا من بلادنا وجابنا على أمريكا. اللي جابنا رجعنا بإذن الله يا رب. يا إلهي استودعكم الله، وخلينا نمشي
شوي هيك في هالطقس الجميل. بس يا ابو الامبولانس الكل رياضة بدنية ممتازة 100%.